مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر من مدينة الدار البيضاء. والقصة المؤلمة اللي معنا اليوم، أب لثلاثة وليدات كان خدام في طاكسي بخير، فجأة مرض بالصدفية. من بعد مرض بالصدفية، النعشة دار لها هذا العطب وتقلبت حياته الجحيم. كان باخر على حسب القول ديالو، تقلبت حياته رأسا عن عقب. باقي تفاصيل نعرفوها مع هذا الأب هذا. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكل ديالي أنني مرضت من بعد واحد الفترة اللي كنت خدام فيها بخير وعلى خير. تعرف المهنة اللي كان زاول أنا هي مهنة سائق تاكسي من الصنف الثاني. عارف الظروف اللي كيدوز فيها التاكسي، أعصاب روسيطة وزيد وزيد وزيد. غادي بشوية بشوية تعصبت، العصب هو اللي في حكا. من بعد ما تعصبت بقيت بشوية بشوية غادي وكنمرض، كنمشي للسبيطار. اصلا كنت من بعد ما كنمشي للسبيطار فلوسي كاملين، ما عندي ما نقول الفلوس اللي كتجمع. من بعد بديت كنمرض كنمشي للسبيطار. السبيطار راك عارف كيخرج لك غير الدواء وكيقول لك اكسير شي الدواء. هذا باش الرونديفوات كيبعدوهم عليك شويه. بقيت غادي في هذه المرحله كان دوال فلوس تا الله كريم وقع عندي وانا نشد الفراش. شديت الفراش من بعد واحد البرا كناخذها. البرا شويه غاليه، دايره تقريبا 11000 درهم و 600 اللي دايره. انا في الاول فاش كنكون في هذه الحاله هذه كيخرجوا لي كل سيمان من وراء كل شهر. دابا ما عرفتش دابا الا مشيت للسبيطار على شحال غادي يخرجوا لي، واش على سيمانه ولا على شهر نبقى نزاوله كل شهر. كنت ناعس في السبيطار. من بعد ما دخلاتني المدام مع فلاسينسيز، مدام عندي دابا مني مرضت انا هي خدمات غير في الميناج. شحال غادي تقدها؟ شحال كتشد؟ يلا كتشد هذيك 36 40، نقولوا حنا حتى 43 كاع اللي كتشد. وانا اب معيل ثلاثه الاطفال. من بعد ما دخلتني مع الله سينيسيز وليت مشيت دفعت مرض مزمن. وليت كناخذ على 93%. 93% كتبقى لك هذيك 7% كتخلصها، كتريكيبيرا فيها هي اللي كتخلص. من بعد من وراها كانت المدام عندي حاملة. فاش كنت خدام انا كانت عندي حاملة، نعسات في السبيطار حتى هي. يا راك عارفين الولاده كي غادي تكون مصاريف وزيد، ما عندي ما ندير. وليت اضطريت دوك الفلوس اللي كان كنشري بيهم البرا وليت خسرناهم على المدام. وليت بقى تدهور الحاله ديالي هكا. هاد الحاله هادي هي ما فيها دابا
تقريبا من قبل من عيد الكبير وانا مريض شادي الفيراج. كان قبلها التغطية الصحية الله كان وجدوا لها. دابا خصني دابا يا غير ندفع شي دوسي دابا يا باش ناخد التغطية الصحية باش تولي عندي انا. دابا بالنسبة لهاد الشي اللي داروا لوزارة الداخلية لوزارة النقل صعبوا على الانسان هاد الشي هذا باش يكون هذاك الشيء باش اي واحد يقدر يدفع التغطيه الصحيه ديالو. خصك تمشي دير التمديد، خصك البوانتاج، خصك تمشي دير التكوين عاد باش تدوز للعماله، عاد باش هذيك الساعه من العماله تمشي عاوتاني للسيرفيس ديميل عاد باش الدعم. لا كنت مشيت سولت نيت على بريزون تشارج ديالها حيت كنت بغيت نتعامل مع واحد الفارماسي، قال لي انت شوف لي البريزون تشارج. ملي مشيت كنسول قال لك لا الدواء ما داخلش عندنا في بريزون تشارج. ودابا حتى الدواء دابا اللي كندفع باش كناخد زعما كاين تريكيبيرا غير شويه مع المدام عندي. دابا بحال مثلا دوسي دابا داخل دفعته في 1200 في ميديكامو في بزاف الحوايج. ملي جيت كنشوف تقريبا 1200 يلا ترجع ليا فيه تقريبا شي 200 درهم ولا ما عرفت 300 درهم اللي ترجع فيه. دابا ادويه بزاف اللي دايرين ما كيرجعوش. غير البريباراسيون مرض مزمن. دابا غير اي حاجه دابا دفعت كاين واحد الفانيل كناخذو دابا تقريبا كل 20 يوم 58 درهم. تركيبه فيها فازلين فيها واحد البومادات ديرين 20 درهم. خصني تقريبا كل سيمانة خصني شحال من بومادة خصني عندك أربعة في 100 غرام. ما عنديش دخل غير كاينين غير شي خوش ومحسنين معانا في الطاكسي الدراري بعضياتنا كيجمعوا ليا مره كيجيبوا لي هذيك البراكه باش نعيش باش نصوب هذاك الدواء ديالي وباش النداء ديالي كنتمنى من الله الا كانوا شي محسنين ولا شي جمعيه الله يجازيهم بخير يوقفوا معايا في هذه المحنه اللي انا فيها. المحنه تقريبا ما غاديش تدوم بزاف غير نتمكن باش ندير غير لاسينيسيس ديالي وناخد غير البرا نتعوض في المية بالنسبة للبرا غير نتمكن ناخد البرا ويجعل الله خير. نتمنى من الله يسهل على اي واحد الله ييسر الامور اي واحد. 06 68 07 18 90. هاد العام هاد المرض هذا تقريبا جاني من جهد ما عمرني ما مرضت شحال هكا. كانت كتشدني غير شويه دابا شدتني من القاع ديال رجليا حاشاكم الخوت ترجلي الكبير من فوخي انت من قاع رجليا وغادا طلعت ليا انت ركبتي راه حتى هي منفوخه شداني فيها حتى
تل راسي وجهي ما عمره ما تطاشا تطاشا طاشا لي يدي ما كنقدرش نحركها واحد الصعوبه لي يدي بحال قلتي شاد كتشدني المفاصل الروماتيزم حافظ عليها صراحة أنا عاجز على باش نتكلم على هاد المرض هذا وهذا حديث المرض هذا تا هو مكذبش عليك أنا كنهضر وكما سولتك قبيلة قلت لك واش نبان ما نبانش قلت لي غير المرض هذا ما ماشي مشكل ماشي مشكل الدنيا يعني واخا تبان وكنتمنى من الله يتافتوا ويشوفوا في هذه الحالة دي اللي أنا فيها وأنا يا أب معين ثلاثة أطفال بغيت غير أيها الناس نوقف على رجليا ونكون معين الأطفال ديالي كعارف الأطفال باقيين صغار البنية عندي يلاه عندها 7 سنين الوليد يلاه عنده 4 سنين ونص اللي هو غير المرض